وفي فقرتنا الأخيرة من برنامج مفتاح الأمل معانا النهاردة شخصية جميلة ومرموقة ومن قيادات الصعيد، وهي الدكتورة عبير منصور. أهلا بيك يا دكتورة. اهلا وسهلا بيكم وصباح الخير. صباح اهلا بيك، اهلا بحضرتك يا دكتورة، نورتينا النهاردة. أنا أسعد بوجودي مع حضراتكم. موضوعنا هام جدا، والحديث عن أزمة كورونا وأثرها في المجتمع. ما اقتصرتش إضرار فيروس كورونا ولكن على كونه أزمة صحية، بل تحولت إلى عدة أزمات. إزاي تحولت من أزمة صحية لأزمة اقتصادية؟ بداية، تحول فيروس كورونا إلى جائحة تهز العالم بأسره. تأثرت بأسر ذلك كافة الدول، سواء دولة متقدمة أو دولة نامية، وتحول من أزمة صحية إلى أزمة اقتصادية. يرجع السبب في ذلك إلى نشأة هذا الفيروس. نبع الفيروس من ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وهي دولة الصين اللي بتمثل 20% من الاقتصاد العالمي. ثم تتابعت هذه الأزمة وانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإنجلترا وفرنسا، تلك الدول اللي تمثل 41% من الصادرات الصناعية على مستوى العالم، وتمثل 65% من التصنيع العالمي، وتمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم. يعني تلك الدول لما تتعرض لأزمة اقتصادية لابد أن آثار الأزمة تنتقل إلى كافة دول العالم. ده سبب من الأسباب. السبب الثاني أنه تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى العالم أدى إلى خسائر فادحة في العديد من القطاعات الاقتصادية. على رأس هذه القطاعات قطاع النقل الجوي، ذلك القطاع اللي خسر 240 مليار حتى مليار دولار حتى الآن. تالي هذا القطاع، وقطاع مهم هو القطاع السياحي، ذلك القطاع اللي خسر ما يقرب من 80 مليار دولار على مستوى العالم. على رأس هذه الدول فرنسا وأسبانيا. هذا القطاع تعتمد عليه العديد من القطاعات، زي النقل والمواصلات، زي البناء والتشييد، زي الفنادق والكافيهات والنوادي. خسائر هذا القطاع انتقلت أيضا إلى قطاع السلع والخدمات، بتوقف الحياة الاقتصادية في الدول الكبرى، بغلق مصانع الصين وشركاتها، وتلتها بعد كده الدول الاقتصادية الكبرى. طيب، حابب أعرف من حضرتك يا دكتورة، من رأيك وجهة نظرك، امتى مصر تحقق اكتفاء ذاتي؟ والله هي الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا هترجع حلم تحقيق الاكتفاء الذاتي مش بس لمصر، بل على مستوى العالم. ساعات يعني الأزمة هتعيد ترتيب أولويات الاقتصاد بالنسبة لدول العالم. هتكون الأولوية الأولى وهي تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة من السلع الاستراتيجية. بالفعل مصر منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 بدأت تحقق الاكتفاء الذاتي لأكثر من 12 سلعة، على رأسها القصب، السكر والبنجر، وعلى رأسها أيضا الثوم والبصل والبطاطس، بل بدأت تصدر هذه السلع. نما إلى فكر الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة بعد كورونا، أنها لابد تتجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية زي الأغذية، على رأسها القمح والأدوية. تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يحتاج إلى فترات طويلة زي استصلاح أراضي زراعية، لكن في الوقت الحالي مصر تسعى إلى تعزيز الإنتاج الزراعي من خلال دعم المنتج الزراعي وتقنين البناء على قطع الزراعية. طيب، إيه مدة تأثير كورونا على مرحلة الاكتفاء الذاتي اللي مصر كانت داخلة عليها؟ عامة الاقتصاد المصري سيحتاج عدد من السنوات حتى يعود إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.6% في 2019، لكن بسبب الأزمة معدل النمو في مصر انخفض إلى 2%. سيحتاج الاقتصاد المصري إلى عدد من السنوات حتى يعود إلى حالة النمو السابقة. طيب، عايز أعرف من حضرتك يا دكتور، إن دول زي روسيا وأمريكا اتضررت من الأزمة دي كتير، تمام، والحمد لله مصر يعني تصدت للأزمة دي. هل هيكون في مثلا دورة تانية من جائحة كورونا، أو إيه الوقاية أو الحاجات اللي إحنا ممكن تخلينا ما نتأثرش بالأزمة؟ طيب، هي منظمة الصحة العالمية أشارت إنه في موجة ثانية من فيروس كورونا. عشان يقدر العالم يتصدى إلى هذه الجائحة قدامه الموازنة ما بين هدفين. الهدف الأول هو دعم النشاط الاقتصادي، رفع معدلات النمو، الحد من البطالة، زيادة الناتج المحلي الإجمالي. الهدف الثاني التصدي لجائحة كورونا. الهدفين في بداية الأمر يعتبروا متعارضين، إلا أننا لابد من أعمل وضع أمثل من خلال قيام الإدارة القائمة على إدارة الأزمة بوضع نموذج قابل للقياس، يحدد لي من خلاله وضع أو نقطة مثلى إن أنا أفتح النشاط الاقتصادي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية خوفا من آثار أو أضرار فيروس كورونا في الجائحة التالية.
هل ممكن نسمي كورونا انها كانت كارثة على الاقتصاد المصري ولا مجرد ضرر بسيط؟ لما ينخفض معدل النمو من 5.6 في 2019 ل 2%، ولما الاقتصاد المصري يخسر 105 مليار جنيه خلال عام الأزمة، وتتحمل الحكومة 100 مليار جنيه لمواجهة هذا الفيروس، هقول إن مصر تأثرت تأثر شديد وملحوظ على الاقتصاد. على الرغم من ذلك، أشادت صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري لمواجهة هذه الأزمة ومحافظتها على معدل نمو إيجابي، عكس ما حدث في دول شرق شمال افريقيا ودول الشرق الاوسط. تستطيع مصر في الاونه القادمه هترفع من معدل النمو من 2% الى 2.5%، ولكن زي ما قلت ان هي هتحتاج وقت، خاصه انه الازمه ستشتد خطوره في عام 2021 لمواجهه الحكومه لانخفاض حصيله الضرائب بسبب الخسائر التي حققها القطاعات الاقتصاديه في هذه الفترة. جميلة دكتورة. قبل ما نختم، عشان للأسف الشديد وقت الحلقة قصير، عايزين نعرف من حضرتك بعد انتهاء أزمة كورونا، هل مصر هتعيد حساباتها تاني ونموها الاقتصادي مرة تانية؟ وإيه ممكن الحاجات اللي تدفعها لإعادة عجلة والاستثمار والاقتصاد مرة تانية؟ طيب، الأزمة نبعت من دولة الصين، فهتعتبر الصين في الفترة ما بعد كورونا طاردة للاستثمارات الأجنبية. لابد أن تسعى مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية اللي هتهرب من الصين، فمن ذلك من خلال خلق مناخ استثماري ملائم وجيد. ثانيا، لابد أن تدعم مصر القطاع السياحي من خلال خلق بيئة سياحية آمنة ونظيفة، خاصة العالم في الأونة بعد فترة كورونا ستحتاج إلى قطاع سياحي لجذب هذه الاستثمارات. دعم الصادرات المحلية على الأقل لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم التصدير إلى الخارج. الحد وبقوة من الصادرات، من الاستيراد، خاصة في السلع غير الضرورية. لدعم الاقتصاد المصري يوجد إجراءات وتوصيات يجب نشرها لدى الناس، فما هي؟ خاصة في الصعيد وفيما يخص القطاع السياحي، لأنه أكثر القطاعات تأثرت بالأزمة. طيب، بالنسبة للاقتصاد في الصعيد تأثر بشدة بجراء الأزمة، وذلك لاعتماد أبناء الصعيد على قطاعين مهمين. أولا القطاع السياحي، بالإضافة إلى القطاعات التي تعتمد على هذا القطاع، فأغلب أبنائنا في الصعيد يعملون في هذا القطاع. ثانيا تحولات العاملين بالخارج، فأغلب أبناء الصعيد يعملون في دول الخليج، تلك الدول التي تأثرت تأثر شديد جراء هذه الأزمة بسبب انخفاض أسعار البترول. تتوجه لروشتة سريعة للاقتصاد المصري، من وجهة نظري هو لابد يسعى إلى ترشيد الإنفاق والحد من الاستيراد، دعم الاستثمار، دعم القطاع السياحي، إنشاء مشروعات صناعية صغيرة داخل كل محافظة على حدة لدعم الحرفيين وزيادة العمالة داخل هذا القطاع. بنشكرك دكتورة عبير على وجودك معنا النهاردة. أنا بشكرك، نورتينا وشرفتينا. ولكن قبل ما أختم، حابب توجهي رسالة كده للسادة المسؤولين والمواطنين للحد من انتشار أزمة كورونا في عجالة جدا جدا. الموجة الأولى في فيروس كورونا كانت مفاجأة ومفزعة ومرعبة بالنسبة للعالم بالكامل، فكان التعامل معها صعب لعنصر المفاجأة والفزع اللي كان. لكن الموجة الثانية هتلاقي إن شاء الله مراعاة من الجانب الاقتصادي أو الجانب الصحي، لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تشير إليها الدولة، لابد من التكاتف لدعم الإنتاج المحلي. كلنا عايزين نعمل وكلنا نشجع على الاستثمار. طيب، أنا بشكرك جدا يا دكتورة، نورتينا وشرفتينا في برنامجنا، برنامج مفتاح الأمل. هفضل دايما أقول لكم اليأس شيء مش محتمل، خليك عنيد عندك أمل، لو تكتئب إيه العمل؟ الحل في مفتاح الأمل. انت